معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا هل أصبحت جريمة التجار في البشر داخل العراق أصبحت ظاهرة؟ السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. نعم بالتأكيد، وظاهرة من أخطر الظواهر في العراق أصبحت الآن هي ظاهرة التجار بالبشر، بل أنها حتى امتدت إلى العالم وليس فقط في داخل العراق. يعني وهذا واضح من خلال يعني ارتفاع أعداد القضايا التي تم إحالتها إلى المحاكم المختصة للنظر فيها، بالإضافة إلى ارتفاع الشكاوي المواطنين، وجود جثث المدنيين المغدورين، يعني الكثير من يعني الدلائل التي تثبت أن أصبحت هذه الظاهرة من أخطر الظواهر ومنتشرة في العراق، حتى أن نلاحظ في الشوارع ارتفاع عدد المتسولين، والتي هي تعد إحدى ظواهر إحدى يعني دلائل على انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر، وخاصة المتسولين من الأطفال والنساء، والعديد منهم تم يعني اكتشاف انهم لديهم صلات في وتشرف عليهم منظمات ومن يعني يقوم بتجنيدهم لاجل العمل في هذه التسول وغيرها. حتى ان خارج العراق يعني امتدت هذه الظاهره، ونحن راينا كيف تم القبض على عصابه تدعى 313 في المانيا، والتي اتضح ان لديها يعني قضايا ايضا وعلاقة بالإتجار بالبشر. يعني المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر في تقرير له رصد 62 شبكة تجار بالبشر في غضون 9 أشهر ماضية فقط، كيف ترين التدابير الأمنية تجاه هذه العصابات؟ يعني مع الأسف الشديد أن التدابير الأمنية التي تقوم بها الحكومة ما تسمى الحكومة العراقية يعني ليست لديها أي وجود على أرض الواقع، بل أن العديد من هذه يعني الشبكات الخطيرة والعصابات المنظمة لها ارتباطات بمتنفذين ويعني مسؤولين في القوى الأمنية. يعني التدابير الأمنية أين هي أصلا؟ الأمن في العراق هو مفقود ولا توجد، ونرى كيف أن العصابات منتشرة في العراق ولا يتم، والظاهرة تتفشى يوما بعد يوم دون أن يوجد راجع. الفساد في القوى في القوات الأمنية يمنع ويحد من يعني بط يعني نشر الأمن والقضاء على هذه العصابات، فما دام أن هناك قوات أمنية فاسدة ويمكن من خلال إعطائها الرشاوي أو وأن تكون لها مصلحة في أن يعني تقوم هذه العصابات بعملها ومستفيدة من هذا، فلا يوجد يعني في الحقيقة أي دور للأمن. على العكس، على العكس من ذلك سوف يؤدي الأمر إلى تفاقم وانتشار الظاهرة. نعم. أيضا من أهم ممارسات الاتجار بالبشر هي عمالة الأطفال المنظمة مقابل أثمان بخسة، إلى أي مدى تتورط جهات متنفذة في هذه الأعمال؟ نعم، يعني مع الأسف الشديد يعني الكثير من الشبكات التي تم كشفها اتضح أن لديها مسؤولين في يعني ومتنفذين في السلطة والحكومة الحالية. يعني والحقيقه يعني شاهدنا يعني ذلك علنا يعني وعلى شاشات التلفاز والقنوات الفضائيه. يعني الكثير من حتى ان هناك بعض من ينتمون الى القوات الامنيه يعني تم ردعهم واتخاذ اجراءات ضدهم لانهم اكتشفوا وكشفوا ان هناك ارتباط لمسؤولين في القوات الامنيه على علاقه بهذه الشبكات الامنيه، وحتى بعضهم قدم استقالته بناء على ذلك. يعني القوات الامنيه معروفه في العراق بانها هي احدى المؤسسات الفاسده، والفساد نخر فيها لدرجه كبيره جدا يصعب حتى اصلاحها. نعم. يعني هل تعتقدين أن المنظومة التشريعية الحالية
تستطيع ردع هذه الظاهرة ووقفها؟ بالتأكيد لو كانت لدى المنظومة التشريعية، ونقصد هنا بمجلس النواب، لديها الرغبة ولديها المصلحة في الحد من هذه الظاهرة، تستطيع أن يعني أن تقوم بعملها على أكمل وجه وأن تحد من هذه الظاهرة. يعني نعرف أن كثير هناك الكثير من الأسباب التي لها علاقة مباشرة بانتشار ظاهرة الإتجار بالبشر، ولكن أخطرها هو الفساد المستشري في مفاصل الدولة. فلو تم القضاء أولا على الفساد المستشري ومن ثم إصلاح الأحوال الاجتماعية للمواطنين، خاصة وأن الفقر يعد أيضا من أهم الأسباب، لكان هناك فعلا الحد من هذه الظاهرة. يعني العراق معروف أنه يعني شرع قانون الإتجار بالبشر منذ أعوام، ولكن لم يجد طريقه إلى التطبيق لحد الآن، التطبيق الفعلي. وجميع مؤسسات الدولة بما بضمنهم المنظومة التشريعية ليست لديها أي تحرك قوي في هذا الجانب، ولو حتى باتجاه توعية البشر بمخاطر هذه الظاهرة وكيف تجنيب أبنائهم لأن لا يقعوا ضحية لهذه الشبكات وهذه المنظمات الخطيرة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب من لندن.